الكرم على دكة المدراء، رد كان في أرضية الملعب. الميلان يبدأ البداية القوية، يبدأ البداية الممتعة. الياو يشير إلى تيو وتيو يشير إلى الياو. الثنائي الممتع، هذا الثنائي لا يبقى في دكة المدراء. هذه التمريرة الساحرة من الياو، يا له من أسيست. نعم الحلو يكمل، الحلو يكمل، لابد أنه يكمل، لابد أنه يكمل. لذلك الكرة صدت وعلى النهاية تيو هرنانديز سجلها. تيو تقدم الميلان، الميلان وهيبته كاد بأن يصنع هدف آخر في شوط المباراة الأول، ويسجل الميلان ثاني الأهداف، والميلان يعود مرة أخرى. الميلان والميلان يضرب الآن، الميلان يضرب الآن. فونسيكا تنفس الصعداء، فونسيكا تنفس الصعداء. صرخة المدرج، فرحة كبيرة لجماهير الميلان. نعم الميلان يا صغيري يزداد قوة عندما يدرك بأن يد العون التي يحتاجها توجد في نهاية ذراعه. نعم يد العون توجد في نهاية الذراع. أنتم يد العون، أنتم يد العون. 70,000 متفرج يستمتع، وهنالك الملايين. شعب الميلان سعيد، شعب الميلان سعيد. هذه العرضية الرأسية التي كانت حاضرة من غابيا وضعها للشباك، سجل الهدف الثاني. فرحة كبيرة لعشاق الميلان، والروسونيري يضرب بقوة. الميلان استسعيد في هذه اللحظات، الهدف وصل، كيف وصل لا يهم، المهم بأن الميلان تقدم بهدف آخر. فونسيكا وصرخته، فونسيكا وصرخته. هذه المشجعة، هذه الميلانيستا التي حضرت والتي وقفت والتي انتظرت. وعلى تنفيذ الكرة القادمة وركلة جزاء، كابتن أمريكا هل يسجل الآن للميلان؟ الروسونيري يبحث الآن عن فرحة أخرى، عن سعادة أخرى، عن انتصار، عن هدف ثالث. يسجلها، يضعها، يدونها. يتقدم الآن للشياطين، يتقدم للشياطين الحمر. الميلان يضرب الآن بالثلاثة. الديابولو، نعم الديابولو، الروسونيري يضرب بالثلاثة يا صغيري. ليلى لا يصدق هذا المشجع. الميلان في 24 دقيقة يفعل ما عجز عنه في ثلاث مباريات، في ثلاث مباريات. نعم في 24 دقيقة يسجل ثلاثة ويقدم الرسالة الإيجابية لهذا المدرج. لا أعذار، لا أعذار، هذا هو الإنذار، هذا هو الإنذار. وأول أهدافه مع الميلان، إبراهام والضربة الأولى مع الميلان. الروسونيري يبحث الآن عن الرابع. ركلة الجزاء ترجمها من نجاح بوليسيت. ما عساك أن تفعل يا إبراهام، سجلها، دونها. الميلان يضرب بالأربعة، بل الميلان ما أروع، الميلان ما أروع. اليوم تركها لإبراهام وإبراهام سجل، والأجواء الإيجابية، الرسالة وصلت، الفرحة اكتملت. الميلان ينثر الروم في إيطاليا، لا في القارة العجوز بأكملها. الضرب هنا في سان سيرو، والرعب هنالك في ليفربول. نعم الرعب في ليفربول برباعية في شوط المباراة الأول. يا له من ميلان جميل، يا له من ميلان جميل. إن كنتم تملكون كل هذا، لماذا حرمتمونا في أول ثلاث مباريات؟ إن كنتم تعرفون كل هذا، لماذا نسيتم كل شيء في أول ثلاث مباريات؟